الاستاذ احمد عبدون، عضو مؤسس لشركات اهلي ستورز. استاذ احمد، ازي حضرتك؟ كابتن خالد، اتفضل يا استاذ احمد، حضرتك عندك توضيح، اتفضل. اخبارك يا كابتن خالد؟ الحمد لله رب العالمين. سلام على كابتن احمد برضو. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. كان جالي كم تليفون كده ان حضرتك كنت بتتكلم عليه على الاهلي ستورز، وان ان احنا عملنا تيشيرت بدم وهنتورى ب 10% من الاموال بتاعت التيشيرت، ده مظبوط؟ لا، ما هي هو الاهلي الخير اللي قالوا لك ما قالولهالكش بالظبط. يعني هو أوكي. انا قلت ان الالتراس، كلمت الالتراس، في تيشيرتات بتتعمل بره الستورز ما عليهاش شعار النادي الاهلي، وتيشيرتات نادي الاهلي معروفه، والحاجات اللي بتعمل في اهلي ستورز هم قرروا هتتباع، وهيخصص دخل منها 10% منها لصالح الشهداء. وفي تيشيرتات تانية معموله للشهداء، دي بتتباع تبع يعني بتوع التراس، هم اللي بيبيعوها لوحدهم بعيد عن الاهلي وبعيد عن الاهلي ستورز. بيعوها بقى حجز ب 35 جنيه على النت، وبعد كده تتباع ب 50. في تيشيرت سويت شيرت لالتراس اهلي ستورز جبته، وفي سويت شيرت بره الستورز بيتباع ب 150 جنيه وكده. فانا جبت الموضوع كله، وقلت في النهايه ان تيشيرتات اهلي ستورز مكتوب عليها الشهيد، في حاجه مكتوب عليها الشهيد بيتباع في اهلي ستورز، وهيخصص نسبه منها 10% زي المكتوب على المواقع يعني او على الانترنت اللي بتنتمي للنادي الاهلي. اوضح بعد اذن حضرتك، بس للاسف بعض من الحاجات، عشان طبعا التيشيرتات في جزء كبير منها مش منتج من عندنا يعني، فاللي احنا عملناه تضامنا يعني مع الضحايا اللي ماتوا في بورسعيد كان ثلاث حاجات. اول حاجه ان احنا قفلنا ثلاث ايام من يوم الاربعاء لغايه 1 فبراير لغايه يوم الاحد، احنا كنا قافلين احتدادا على روح الشهداء. تمام. ان احنا جزء من الجمهور، فلازم نبقى واقفين معاهم، فقفلنا كل المحلات، التسع محلات قفلوا احتدادا على الشهداء اللي ماتوا. دي كانت اول حاجه. ثاني حاجه ان احنا لما فتحنا باوردر تيشيرتات معموله للشهداء، واللي حصل ان ال 1500 تيشيرت دول، في راجل برضه خير جدا، مصنع كبير، استاذ محمد الكفراوي، بحب اشكره، ادانا ال 1500 تيشيرت مجانا، ما خدش فلوسهم، واحنا بنبيع التيشيرت ب 89 جنيه، فلو ضربنا ال 1500 في 89 هيعملوا لنا حوالي 133,000 جنيه. تمام. ودول كلهم هنتبرع بيهم لاهالي الشهداء. بندرس دلوقتي ازاي نتبرع بيهم، هل نحطهم في الحساب بتاع النادي الاهلي اللي اتفتح للشهداء، في جامعه بتوع التر اسكندريه بيبنوا جامع صدقه جاريه، بنشوف احنا لسه هنحط الفلوس دي ايه، بس هي مش 10%، هي اجمالي ال 1500 تيشيرت اللي انتجوا سيتم التبرع بثمنهم كلهم للضحايا بتوع الاهالي. واللي بعد كده بقى هو ده اي تيشيرتات جديده لو تيشيرتات. هسألك استاذ احمد، يعني طب دلوقتي انت واخد، يعني اكيد واخد حقوق، يعني بيع حاجه الاهلي، صح ولا انا غلطان؟ بالظبط، مظبوط. طيب ما انت عندك يعني اللي انت بتعمله الالتراس بيعمله، بس مش عليه شعار الاهلي. اللي انت بالزبط. بتعمل سويت شيرت، هم بيعملوا سويت شيرت. انت بتعمل تيشيرت، هم بيعملوا تيشيرت. انت بتعمل تيشيرت للشهداء، وهم بيعملوا تيشيرت للشهداء وبيبيعوه برضو على الانترنت. بالزبط. يعني طب هل انت مش المفروض عقدك مع النادي الاهلي ان انت تبقى انت الوحيد اللي بتبيع، ولا انا غلطان ولا ايه؟ هو حضرتك المفروض على حسب عقدنا ان احنا اللي عندنا الحقوق لاستغلال لوجو النادي الاهلي. تمام. وان احنا بنبيعه على اي مرشندايز، دي حاجه طبعا اكيد انتوا عارفينها، انتوا اتفرجتوا على كل الفان شوبس بره، استاذ احمد وحضرتك اكيد شفتوا. هو احنا زي الفان شوبس بتاعت ميلان، بتاعت يوفي، بارسا، مدريد. تمام. هو ده حقنا. الحاجات دي عموما موجوده في كل حته في الدنيا، يعني حضرتك هتلاقي لو رحت السان سيرو هتلاقي قدامه الحاجات، في تيشيرتات كتير بتتباع. يعني انت ده ما يضركش ان التيشيرتات تتباع بتاعت التراس بتاعت الاهلي، وهي مش موجوده عليها شعار الاهلي، وبتتباع برضه للجمهور الاهلي؟ هو طالما على الشعار فاحنا ما لا نملك شيء يعني. هو وفي الاخر هو هي كلها اهم حاجه ان احنا نبقى التيشيرتات اللي موجوده تبقى بت 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 بتحاول انها تركز على عدم التعصب. استاذ احمد، في تيشيرتات بتتباع عليها شعار النادي الاهلي في عربيه كده قدام الاستاد، دي بتاعتكم؟ لا. طب يعني انا بكلمك بجد والله. ده طبعا من اكثر الحاجات اللي هي دي، من الحاجات اللي بتاثر علينا، اللي للاسف ان اللي في حاجات كتير جدا، او من المشاكل الكبيره اللي احنا بنواجهها، ان في ناس كتير بتنتج تيشيرت النادي الاهلي وهي
لا تملك هذا الحق يعني. طب هل انت عندكم خبر بالحاجات دي وبتبلغوا النادي الاهلي بيه ولا؟ اكيد طبعا بنبلغ النادي الاهلي وبنبلغ المباحث برضو، مباحث تموين، عملنا برضو شكوى في وزاره التجاره والصناعه، لان احنا يعني في الفتره الحاليه طبعا حضرتك بتتكلم ان احنا عندنا فتحنا في من سنه بالظبط فتحنا 9 محلات عاملين حاجه مش موجوده في مصر الحمد لله، سبق مش موجود في اي حته في الشرق الاوسط غير في نادي الهلال السعودي، بس هو اللي عنده فان ستور غير النادي الاهلي، فدي حاجه المفروض ان هي ان شاء الله تودي يعني الرياضه المصريه في الاتجاه الصح، ان هي انتوا كنتوا لسه بتتكلموا على انديه محتاجه الفرق بين الفلوس اللي الاهلي والزمالك والاسماعيلي بياخدهم، فدلوقتي الانديه المفروض تبتدي هي اللي تطور نفسها وهي اللي تشوف تخلي جمهورها يصرف عليها. طيب اسالك سؤال، انتوا عملتوا تيشيرتات هديه من احد محبي اللي هو 1500 تيشيرت مكتوب عليها يوم بطل اشجع حكومه اكيد. طيب يعني معلش يا استاذ احمد، يعني انت بتعمل حاجه الاهلي يعني، طب انا ممكن اعمل تيشيرت الاهلي اللي هو بيلعب الماتشات وابيعه برضه والافاده منه، يعني ليه ما اكون يعني ابقى ميت اكيد؟ انا شايف ان الشعار ده يعني مش حلو بصراحه، يعني انا الشعار ده انا مش هموت عشان تشجيع فريق، انا هموت عشان بلدي، هموت عشان حب البلدي، هموت يعني ولا ابويا وامي هيقبلوا ان انا اموت عشان اشجع فريق، ولا اهلي ولا زمالك ولا اي نادي في الدنيا. انا قصدي الشعار يعني، انت فاهم قصدي ولا؟ انا فاهم قصدك طبعا، هو للاسف ان هي كانت حاجه من الهتافات اللي هي الالترز كانوا بيقولوها، واللي هي فعلا اتحققت واتحققت بطريقه مش مظبوطه، ان الناس تموت شهداء في ماتش كوره وهم رايحين ولا بيهم ولا عليهم، فطبعا هي كانت اتعملت يعني التيشيرت دي عشان الواقعه دي بالذات، هي مش تيشيرت معموله بالقصد يعني، هي تيشيرت معموله من اول ما حصلت المذبحه، احنا عملنا التيشيرت دي تكريما للناس دي، وسبحان الله ان هي التيشيرت. انا كنت ممكن يعني اعمل التيشيرت 1500 تيشيرت دي بصور الناس اللي ماتت عليهم صورتهم باسمهم يعني، بدل ما اكتب بايت اكيد او احنا كنا يعني في الفترة الأولانية بنفكر هل نعملها بأسامي الناس ولا نعمل إيه، بس في الآخر قررنا إن إحنا نعملها بجملة واحدة شاملة بتقول إن الناس اللي هي بتفكر الجمهور الأهلاوي بالناس دي، واللي حصل الحمد لله إن الإقبال كان جامد جدا على التيشيرت. إحنا عملنا الـ 1500 دول على حوالي شهر ونص، كل ما بتيجي بتخلص وعليها ويتنج ليست، الحمد لله إن الناس تقبلتها. هي الفكره كلها مش في ايه اللي مكتوب على التيشيرت على قد ما هي ان الناس رايحه بتدفع وبتتبرع لاهالي الشهداء وبمشاركه نفسها، يعني هي الموضوع هي مكتوب عليها محطوط عليها لوجو الاهلي او مكتوب عليها اي جمله، الفكره كلها كانت او الاهميه كانت انها في مشاركه من الناس، والناس متضامنه مع اللي حصل ومش عاجبها اللي حصل وبتتبرع لاهالي الشهداء. شكرا يا استاذ.